أهلا بكم مرة تانية في بتوقيت مصر. أزمة جزيرة الوراق لسه مستمرة. النهاردة محكمة القضاء الإداري أجلت نظر دعوى أهالي الجزيرة ضد قرار الحكومة بإنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة يتبع هيئة المجتمعات العمرانية إلى جلسة 26 يناير القادم. الجلسة شهدت تواجد أمني كبير وحضرها عدد كبير من الأهالي إلى أكدوا عزمهم استكمال كل سبل السلمية، ومنها قضية تانية هيتم أيضا رفعها ضد قرار نزع الملكية لصالح محور رود الفرج. خلونا نرحب عبر الهاتف بالاستاذ يحيى الشحات رئيس المجلس المحلي السابق بالوراق، وايضا هيكون معنا عبر الاقمار الصناعيه الاستاذ محمد عادل سليمان الناشط الحقوقي. خلينا ابدا مع حضرتك استاذ يحيى، يعني حطنا كده على اخر التطورات، اخر التفاصيل، الاهالي عايزين ايه من القضيه اللي كانت بتنظر اليوم، ايه اللي حصل النهارده خلال نظر القضيه؟ اولا انا بشكر حضرتك على اتاحه الفرصه. ثانيا النهارده كان الجلسه وكان في عدد كبير جدا من اهالي الجزيره موجودين، كان اكثر من 35 او 40 محامي من ابناء الجزيره المخلصين الحريصين على حصولهم على حقوق ابهاتهم واولادهم واخواتهم من اهالي الجزيره. طبعا القضيه دي اتاجلت، ده التاجيل رقم 3، والقضيه خلصانه وجاهزه، والنهارده كانت هيئه الدفاع عن الجزيرة بتطالب بعدالة المحكمة بحجز القضية بالحكم. لكن المحاميين الحكومة اعترضوا وقالوا ناقصنا مذكرات وناقصنا ورق ومستندات. طبعا هيئة الدفاع بتاعت الجزيرة قالوا لهم انتوا جايين عارفين في جلسة ومؤجلة، يبقى كنت تجيب مستنداتك. تمام. وطالبوا عدالة المحكمة بحجز القضية بالحكم، ولكن السيد رئيس المحكمة استشار وافق على التأجيل عشان يمكن محامين الدولة من تقديم مستنداتهم. هنا الناس بتتساءل، القضية جاهزة والقضية خلصانة مستوية، التأجيل بيسيب الناس والأهالي باحتقان، لأن الناس شعرة في الجزيرة بالمرارة وبالظلم اللي وقع عليها. النهاردة أنت مدخلني محكمة، أنا قرية زراعية منتجة لأجود المحاصيل الزراعية، حولتني فجأة بقرار بتحويل الجزيرة تبعيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، بقت بدالة جزيرة خضراء وأرض من أكبر الأراضي الزراعية هتحولني بقى لمنشآت سياحية وخرسانة وبتاع. طب ما نعمل في الصحراء، ما نعمل في أي حاجة، ما نسيبش الناس بضرر، لأن الجزيرة دي عمرها أكتر من 500 سنة. يعني القضية اللي أنتوا رافعينه السياحة واللي أنتوا رافعينها بتتكلم في أنه يلغى هذا القرار من أساسه ويبقى الوضع كما هو عليه. بالظبط كده، لان انت انا دلوقتي قريه زراعيه، النهارده الدوله الرئيس بيستصلح في الصحراء 1.5 مليون فدان، فبالعقل والمنطق بدل ما اصلح في استصلح في الصحراء اسيب ارض، اخد ارض من اجود الاراضي الزراعيه، يعني باي منطق؟ وده بيسيب الناس بضرر، يعني الجزيره فوق ال 120 الف مواطن، القرار ده عمل لهم احباط واحتقان، لاني معناها ان هيشتت الاسر وفي روابط عائليه بين الناس وبين بعضها. وبعدين ما عملناش اي حاجه، يعني الجزيره اهالي فقراء بسطاء بيقدم عليهم من ضرائب للدوله ولهم حقوق، ولكن الدوله ما راعتش الناس وما راعتش الادميه ومصره على اخلاء الجزيره وتنفيذ مخططها اللي هو هيضر بالناس. طب هو في اهالي بالفعل تنازلوا او يعني خلاص خلصوا مع الحكومه، نسبتهم قد ايه تقريبا؟ في مجموعه من الناس قله باعوا ارضهم، لهم ظروف وباعوها، دول الناس من خارج الجزيره مش مقيمين، ملاك يملكوا ارض في الجزيره هم اجرينها لمستاجرين من اهالي الجزيره، ده باع له ظروف باع، لكن الأغلبية العظمى ما بقتش متمسكة بالبقاء على أرض الجزيرة عشان مصالحنا في الجزيرة والزراعة مصدر رزق الناس، وكلنا تربينا في الجزيرة من خير ربنا وخير الجزيرة. طب أي منطق النهاردة أنت جاي عايز تشلني وتحولني مجتمعات عمرانية وتلغي القانون لأن في قانون ممنوع، يعني حاجات قانونية بيتكلموا عنها المحامين. فما ينفعش أنا كمواطن عادي وقع عليا ضرر، هتهجرني بقى توديني فين؟ هتقعدني في الجزيرة مهنتي الزراعة، انت هتاخد الأرض الزراعية هتحولها بقى لمنشآت سياحية وحاجات خرسانية. طيب هل حصل جلسات تفاوض قريب بينكم وبين ممثلين عن الحكومة أو عن الهيئة أو عن حتى القوات المسلحة لما كانت دخلت كطرف يعني بتحاول إن هي يعني ال- 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 الناس إحنا قعدنا معاهم طبعا، المفروض قريب ده حصل مجتمعي،
لا ابدا، ده الكلام ده من بدري، لان حضرتك نرجع شويه كده بالتاريخ الى قضيه مثلث ماسبيرو، اللي الدوله قعدت 6 سنين في حوار مجتمعي لما حل يرضي الطرفين. احنا الحل اتفرض علينا، احنا قصتنا ما كملتش سنتين، بقى لنا سنه ونص دلوقتي، حوالي سنه وثلاث شهور ما كملناش سنه ونص. وخدونا كده سريعا، ما فيش حوار مجتمعي، ما فيش مناقشات، حتى من حقنا كبشر ان نعرف ايه هو المخطط بتاع التطوير بتاع الجزيره اللي بيقولوا عليه، من حقنا نشوف المخطط ونتناقش فيه مع الدوله ونقول ده ينفع او ما ينفعش، عشان اذا كانت الدوله بتراعي ادميه البني ادمين، لان احنا الرئيس بيقول ان مصر دوله قانون ومؤسسات، وبيقول مصر فيها قضاء شامخ انا اعتز بيه واحترم، احنا كمان بنحترم القياده السياسيه وبنحترم قضاء مصر الشامخ العادل، فطب نطبق القانون بقى ونسيب القضاء يقول ايوه كلمته. الموضوع قدام القضاء وهنشوف وهنتابع معاك اكيد. بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى الشحات رئيس المجلس المحلي السابق بالوراق. خلينا نروح للاستاذ محمد عادل سليمان المحامي والباحث الحقوقي. استاذ محمد، يعني هو استاذ يحيى اتكلم على وضع ماسبيرو، ان كان وضع ماسبيرو مختلف شويه لانه معظم الملكيات فيها ما كانتش ثابته ومستقره زي ما هو حاصل في جزيره الوراق، ناس بقالهم عشرات السنين على الارض ملكيتهم ثابته ليها. مفهوم انه احيانا الدوله بتسحب بعض الاراضي للمنفعه العامه، لكن هل مقبول او معروف ومتعارف عليه اني اروح لمدينه كامله او منطقه كبيره زي الوراق واقول لهم يلا عشان انا عندي تصور تاني هعمله؟ مساء الخير عليك يا تامر وشكرا لك. يعني لكن الوضع في الوراق اعتقد من وجهه نظري ان هو مختلف تماما. الوضع في الوراق زي الوضع في القرصايه، زي الوضع في كل جزر نهر النيل، هي مطمع رئيسي للاستثمار، وعندنا استثمارات ضخمة يعني مستعدة ان هي تكون موجودة في جزر نهر النيل. من سنة 2001 عندنا مستثمر سعودي عرض مشروع استثماري ضخم على جزيرة القرصاية، وبناء عليها تم محاولات إخلاء الجزيرة، ودلوقتي عندنا مشروع لا يخفى على أحد يعني له علاقة بالإمارات وبالكمان بالهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وبيتكلموا على تطوير الجزيرة. وأكتر حاجة وقفتني يعني فكرة أنه جزيرة الوراق أصبحت بتتطور تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطبعا الهيئة في شراكة مع وزارة الدفاع واسعة في العاصمة الإدارية الجديدة وفي غيرها من المشاريع. ولكن النقطة انه دي ارض زراعية فبتاخدها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ده يعني ده امر غريب، ولكن بالنسبة لي مش غريب قوي، لانه قبل منها جزيرة القرصاية تم سيطرة الجيش عليها باعتبارها اراضي استراتيجية، اراضي صحراوية ذات اهمية استراتيجية عسكرية. يعني الجزيرة الواقعة في نهر النيل خدها الجيش باعتبارها اراضي صحراوية ذات اهمية استراتيجية عسكرية، والنهاردة جزيرة تاني أكبر بكتير في المساحة، فيها عدد سكان كبير جدا وملكيات مستقرة منذ عشرات السنين بياخدها علشان يعملها مجتمع عمراني جديد، وكأنها حتة أرض في الأسمرات أو في التجمع أو في صحراء العين السخنة، هيعملها تطوير مجتمع جديد مش أصلا مجتمع قائم بذاته وموجود وفي حياة، محتاج شوية مرافق. لما كنا بنتكلم على مثلث ماسبيرو كان في كلام على انه المباني قديمه وقايله للسقوط ومحتاجه تطوير، وبما ان هي قايله للسقوط فمحتاجه تطوير بنطورها بشكل مختلف، واتعمل معظمها كانت اراضي وتم اصلا ابتزاز يعني الناس والاهالي، مساكن مش مملوكه لمن يعني مملوكه يا تامر، مملوكه وانا اشتغلت عليها وشفت حجج الملكيات، لا مملوكه واشتغلنا عليها وقعدنا مع الناس وشفنا حجج الملكيات وشفنا الناس لما كانت بتطلع تحج بجوازات السفر القديمه، لما كانوا بيطلعوا بالجمال وسكنهم مثبت على المنطقه دي، ولكن كان في كلام حوالين ضروره التطوير لان هي قايله للسقوط، والتطوير اتعمل ازاي؟ وفي النهايه قدروا يوصلوا لحل انه هيتبني مجموعه من الابراج ويطلعوا ناس وعوضوا بشكل برضه بنشوفه بشكل غير عادل وشكل ملوش علاقه بتطوير المجتمع، ولكن هو ده ينفع نسميه تطوير عمراني. يعني مشروع استثماري عمراني ملوش علاقه بتطوير المجتمع، يعني فكره مجتمعات عمرانيه وتطوير المجتمع والبيئه المحيطه ده ابعد ما يكون عما يحدث. ما يحدث في ما حدث في مثلث ماسبيرو ويحدث الان في الوراق وفي القرصايه
هو امتداد للي حصل من سنوات في جزيرة المعادي. جزيرة المعادي كانت جزيرة صغيرة قدام المحكمة الدستورية، الآن كان وقتها ما فيش محكمة دستورية في هذه المنطقة، كان موجود مستشفى، وحتى الآن المستشفى العسكري في المعادي. جزيرة صغيرة مجموعة من الجزر، أعتقد جزيرتين أو ثلاثة، مساحتهم صغيرين جدا، تم ردم مجرى النهر وطلعت جزيرة كبيرة وعملتها وزارة الدفاع مشروع ترفيهي في مجموعة من المطاعم والحدائق وخلافه. وده المطلوب دلوقتي، إنه هذه الجزر اللي مكانها ممتاز تتاخد لمشروعات ترفيهية، لمشروعات خدمات، لمشروعات استثمار. ولكن جزيرة الوراق، ودي قالها السيسي في خطاب ليه قبل كده، شوفوا الزمالك، ما هي جزيرة لما قسمناها بقت الزمالك، والوراق عشان ما خدناش بالنا منها بقت الوراق وحالها كده. هو عايز الوراق تبقى الزمالك. ده راجل يعني، ده حكومة ونظام بيتعامل مع كل موارد الدولة باعتباره مستثمر، هيسقح حتة أرض، هيبيعه مرتين. إذا كان ده حصل بتراضي مع الأهالي، تم تعودهم بشكل جيد، وفي نفس الوقت عملت مشروع استثماري ممكن يوفر فرص عمل أو ما إلى ذلك، يبقى في النهاية إيه الفرق بين المستثمر والدولة يا تامر؟ السؤال الحقيقي بقى، إيه الفرق بين المستثمر والدولة؟ المستثمر يسعى لخلق فرص أفضل لتحقيق الربح، الدولة تسعى لخلق فرص أفضل لمجتمع متماسك ومتناسق وبيعيش حياة كريم. المجتمع مش معناه أنه هو شوية سكان أو أسر، ومش معناه أنه عمارة شكلها حلو زي الأسمرات اللي هي عمارة شكلها حلو لكن انتهاكات شرطة هي عمارة شكلها حلو بس الناس مش عارفة تشتغل إيه، ومش عارفة تدفع 300 جنيه اللي هي مبلغ زهيد جدا، لأن هم قاعدين في آخر حتة في المقطم، وشغلهم كله كان في وسط البلد في السبتية وفي سوق وفي منطقة، يعني في كل منطقة وسط البلد شغلهم كله كان في منطقة وسط البلد، وانت لميتهم في آخر نقطة في المقطم. هو ده تطوير؟ يعني انت بتفرق بين تطوير المجتمع او ان انا اعمل شكل عمراني كويس لكن في نفس الاستثمار بمشاكل اكبر كمان، في فرق كبير. افهم انا يعني مستثمر ايا كان، يعمل والله مشروع استثماري، يعمل فندقين، يعمل عمارتين، يعمل حاجه عشان تدخله دخل، ويبقى برضه في نفس الوقت بيراعي التطور العمراني وخلاف. لكن الدوله دورها مختلف، الدوله دورها المجتمع، الاسره، فكره التطوير نفسه قائم على وجود مدرسه، وجود مستشفى، وجود عمل. انا ما اخد مواطن عايش طول عمره في وسط البلد في رملة بولاء أو في مثلث مسبيرو، شغال في المنطقة بتاعت وسط البلد، بيدفع مواصلات، بيتمشى غالبا يعني للسبتية، أو بيتمشى لوكالة البلح، أو عنده عربية نص نقل بينقل عليها البضاعة، أو شغال باليومية في أي حاجة، بيروح بنص جنيه بالثلاثة جنيه واخده رميه في آخر الدنيا في النهضة أو في أكتوبر أو في الأسمرات اللي في المقطم اللي الدولة يعني بتتغنى بيها، هيدفع كام مواصلات كل يوم؟ هيستهلك وقت قد إيه؟ انا بشرد اسره كامله، بضيع مصدر دخلها، ثم ارجع في النهايه اقول بصوا ادينا خدنا الناس وحطناهم في عماير نظيفه وبهدلوها. الناس مش عايزه عماير نظيفه، الناس عايزه حياه نظيفه. هو تاكيدا على الناس مش عايزه مكان شكله حلو. سليمان، وانا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه. شكرا يا باحث الحقوقي. انه الدوله الان مستعده تصرف مليارات علشان تطور، سواء هي او رجال الاعمال ايا كان، عشان تطور جزيرة الوراق. طيب ما احنا بقالنا عشرات السنين الجزيرة دي عايزة بس كوبري يساعد السكان بدل ما يقعدوا يتنقلوا بالمعديات والناس تقع وتموت، وما كانش في استجابة. يعني كان الأولى انه ده يحصل ونمي المجتمع ووفر فرص، يعني فرص حياة محترمة، احسن ما اعمل ده دلوقتي. عموما خلصت حلقتنا النهاردة من توقيت مصر، بكرة حلقة جديدة، تصبحوا على خير.